هلا هلا وصلي على النبي، هلا هلا وصلي على النبي. صباح الخير يا استاذ كارع يا نحات. صباح الخير يا باشا. باشا انا الملك يا ولد. يا باشا الملك، الكينج، الهضبه، كلها القاب. القاب باشا، كل واحد ملك في شغلانته لا مؤاخذه. ايه المهم؟ انا جاي لك بخصوص التمثال اللي طلبته منك. تمثال ايه ده؟ فكرني كده. التمثال بتاعي يا محترم، انا المفروض اجي استلمه النهارده. افتكرت. معلش يا كينج، الواحد اسف الفتره دي كان عنده ستريبس في الشغل. ستريبس يعني ضغط شغل كده. بس والله وحياه كوبايه الشاي دي ما كان عندي وقت خالص. بقول لك ايه، فكك من الحوارات دي، انا مدي لك شهرين تشتغل فيهم. التتويج بتاع الاسبوع اللي جاي كان عندي اوردر في الهرم ولسه راجع من ساعه. يعني نحتايا كده مع زوسر. زوسر كان عايز ايه ده؟ لا كان عايز يدرج عادي، انا مش هقولها تاني. فين التمثال؟ بص يا كينج، انا هقول لك على حاجه، انا بفكر في كونسيبت جديد. كونسيبت ده ايه ده؟ مفهوم يعني، بفكر في مفهوم. قصدك كونسيبت. انت يا كينج عايز تمثال يعكس شخصيتك. ايوه، شخصيه قويه. ايوه، شخصيه الحزمه. الشخصيه الصارمه. صارمه؟ صارمه ايه؟ اقصد شديده يعني، وفي نفس الوقت يكون اوت اوف ذا كوفن. قصدك اوت اوف ذا بوكس؟ ما هو على المقابر. ايوه فعلا صح. بص يا كينج، احنا هناخد راسك ونحطها على جسم لا مؤاخذه اسحب، ندمج الاثنين مع بعض يطلع لنا ده. يا للهول، وهنسميه ابو الهورس، وهسلمه لك قبل الاسبوع اللي جاي. ها، ايه رايك يا كينج؟ بصراحه انا شاري. برافو عليك. عيب يا كينج، انا صحيح كسول، بتاخر شويه، عندي تراست ايشوز، عصبي حبتين، بس في النحت ما عنديش يا مرحميني. فنان بجد، مجرم الواد ده. بقول لك يا كينج، عيون الكينج، ما تسمعنا طعم البيوت، ما تدينا حته نعناع الجنينه. اغنيها لك يعني؟ لا، عشان الشاي بس طعمه مش حلو. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي زهقان، عاوز تخرج، تعال نروح مكان جديد، هات صحابك وتعال نروح الأهرامات، خوف وخفرع ومنقرع وأبو الهول، وخلي صاحبك يصورك مع أبو الهول كمان عشان انستجرام. بهدلنا إحنا أبو الهول معانا بالصور المهزأة دي، غير كده فالجدع اتبهدل كتير معانا طول تاريخه. يعني سيبك من الصور وسيبك من محاولات هدمه باعتباره صنم وثني، أو حتى عملية الحفر والنخورة في جسمه. تخيل يا عزيزي اللي كان بيعملها لصوص الآثار على مدار آلاف السنين باعتبار إن تحتيه كنز كبير. سيبك من كل ده، اسالك سؤال ما تعرفش ان انت ما تعرفوش. تقول لي ازاي يا ابو حميد؟ اصبر اسالك اهو، انت تعرف مين ابو الهول ده اصلا؟ صاحبك هو عشان تصور معاه؟ طب انت عارف ده مين في التاريخ؟ ولا هو ابو الهول كده خلاص؟ يعني هو اسد ولا بني ادم؟ هل هو اله فرعوني ولا ملك ولا ابن ملك؟ طب اتبنى مع الاهرامات ولا قبل الاهرامات ولا بعدها؟ شفت يا عزيزي؟ حاجه انت كنت فاكر انك تعرفها انت غالبا ما تعرفهاش. بس عادي، قبل ما تقسو على نفسك يا عزيزي عشان يعني مش عارف تجاوب على الاسئله دي، فخليني اقول لك معلش يعني، انت مش تحتمس الرابع اللي راح ينقب عن ابو الهول. واحد يقول لي ايه؟ هو مش تحتمس الرابع ده فرعوني راح ينقب عن ابو الهول ازاي؟ هما مش فرعنا يعني مع بعض؟ ساذج يا عزيزي، احب فيك سذاجتك لاني باكل عيش عليها. الناس كلها عزيزي تاكل عيش على الترابيزه، انا اكل عيش على السذاجه. ايه الحكايه يا عزيزي؟ بتبدا بتحتمس الرابع وهو امير شام، خرج في رحله صيد الى الشمال، فلقى قدامه وش ابو الهول العظيم، الوش بس اللي ظاهر من فوق الارض. الامير الشاب كان تعب من الصيد، فقال لك يريح تحت ظل راس ابو الهول، والتريحه بقت تقيله، والامير الشاب راح في النوم. حلم بايه؟ خير اللهم اجعله خير يا تحتمس يا رابع يا ابني، ان ابو الهول نفسه طلع له في الحلم. المهم ابو الهول قال له انا اخترتك انت تحتمس ودونا عن باقي التحتمسات اللي قبلك عشان تطلع جسمي من تحت الرمل، وانك يا تحتمس لو عملت كده قلبي وربي راضيين عليك وهتبقى ملك عظيم يا ابن المحظوظه. وبالفعل تحتمس الرابع كان اول واحد يشيل الرمل من حوالين التمثال، وحط حواليه حواجز عشان تحفظه من دخول الرمل، وكتب هذه النبوءه على لوحه من الجرانيت وحطها قريب من صدر ابو الهول. ويجي بعدها بحوالي 100 سنه البرنس الكبير مالك مواقف الميكروباص والسوبر جيت رمسيس 2 رمسيس، ورمسيس الثاني كان تاني حد بيظهر لنا في عمليه التنقيب القديمه دي، وهو الصراحه يعني ما عملش حاجه كبيره قوي، شويه اصلاحات كده على مقاسه بس. رمسيس ما كانش صنايع امين، لانه مثلا خد كسوه الجرانيت من على الهرم الثاني اللي هو هرم خفرع، وبنى بيها معبد بتاح اللي موجود في منف، وعشان كده اي مصيبه حصلت لابو الهول علماء المصريين كانوا بيشيلها له، سمعته بقى هي اللي كسبها. كل ما يحصل مشكله لابو الهول يقولوا له مين؟ رمسيس رمسيس رمسيس. لكن يا عزيزي ابو الهول كان كل شويه الرمله بتغطيه،
يجوا الاغريق يحفروا شويه ويزهقوا يمشوا، ويجي الرومان نفس الحكايه. هيرودوت المؤرخ العظيم صاحب جمله مصر هابت النيل، جه مصر ايام الاحتلال الفارسي سنه 525 قبل الميلاد. واحد يقول لي تفتكر يا ابو حميد كانوا عارفين ان هم 520 قبل الميلاد؟ الغريب انه تجاهل ابو الهول تماما واتكلم على الاهرامات بس، رغم انها لازقه في ابو الهول. وده عزيزي معناه انه اكيد ما شافوش. ما انا مش طبيعي اشوف تمثال ضخم جنب الاهرامات براس انسان وجسم اسد وما اخدش بالي وما احكيش للناس عليه. امال ايه اللي حصل؟ شيرين حسن في كتابه قال ان غالبا الرمل كان غطى ابو الهول تاني، او يمكن حد جه على الحوائط اللي حواليه بدرجه تحجب الرؤيه عنه، وده برده مش مستبعد قوي، لان الحواجز اللي حمت ابو الهول بالرمل فضلت لغايه سنين ما بعد الميلاد، وذكرتها كتب التاريخ الروماني. ومش ده بس اللي ذكرته، دي ذكرت كمان ان ابو الهول كان مكان للحج لغايه القرن الرابع الميلادي لحد نهايه الوثنيه تقريبا، واللي بعدها ابو الهول بقى مهمل تماما. ايه يا جدعان، اروح نشوف شغلانه ثانيه؟ بس بمرور قرون ابو الهول بقى يغرق اكتر في الرمل ويغيب اكتر واكتر عن الاهتمام، لحد ما جاءت الحمله الفرنسيه. لما جت الحملة الفرنسية على مصر كانوا حابين الحضارة الفرعونية وشغوفين بكشف الأزغاغ بتاعتها للأسرار يعني بس بالفرنساوي. ولأن أبو الهول كان لغاية وقتها مجرد أبو الهول، بدأوا أعمال الحفر حوالين التمثال. طبعا الحفر من النقطة دي هيبقى أمر مختلف، لأن العصور اللي غاب فيها أبو الهول غابت فيها كمان اللغة الفرعونية، بس شامبليون جه مع الحملة واستعاد فهمنا للغة الفرعونية. شكرا يا شامبو. وبالتالي الحفر ممكن يكشف عن كتابات تقدر تشرح لنا بالظبط حكاية أبو الهول اللي كانت لحد اللحظة دي غايبة عننا تماما، ولكن لأسباب مش مفهومة وقفوا عملية الحفر. يمكن عشان الحملة الفرنسية انتهت بسرعة وخرجت مهزومة، ولكن حالة الذهول الأوروبي من الحضارة المصرية القديمة استمرت. وفي سنة 1816 بدأ المغامر الإيطالي كابتن كافيجليا يحفر من وراء التمثال، حفر خندق فعلا ووصل عند كتف أبو الهول، تاني أشهر كتف في مصر بعد كتف محمد صلاح. لكن حياة هذا المغامر الإيطالي وحياة العمال اللي كانوا بيحفروا معاه كانت معرضة للخطر، كانوا خايفين تحصل انهيارات رملية دفنوا في الخندق وهم بيحفروا فيه، خصوصا انهم كانوا مقربين يوصلوا لقاعدة التمثال. ولكن مستر كافليجيا وقف اعمال الحفر، مش عارف اسمه صعب كده ليه. المهم هذا السيد كان اكتشف حاجات عظيمه هتقربنا من حل اللغز. اولا لقى اجزاء من دقن ابو الهول، طبعا الاجزاء دي راحت المتحف البريطاني، واكتشف كمان بقايا معبد مدفون قدام ابو الهول هيتسمى بعدين بمعبد الوادي. المعبد ده يا عزيزي مهم، فكره كويس لانه هيلعب دور مهم في قصتنا. واكتشف كمان تماثيل صغيره ثانيه على شكل ابو الهول، ويديت بازارز بيفور ات واسكول، واكتشف لوحات تحتمس الرابع ورمسيس الثاني بين مخالب ابو الهول. ايوه يا عزيزي، تحتمس الرابع ورمسيس الثاني اصحاب اول عمليات تنقيب عن ابو الهول. الكابتن الايطالي لقى اللوحات بتاعه تحتمس الرابع اللي بيحكي فيها عن النبوءه، ولقى انه بيشير لابو الهول باسم خبري رع اتوم، وكمان لقى لوح كبير منسوب لامنحتب الثاني اللي عاش في القرن ال15 قبل الميلاد، قال فيه ان اسم ابو الهول هو حور ما اخت. لا ثانيه معلش يا شباب، احنا اتلخبطنا، انت حور ما اخت زي ما قال امنحتب، ولا خبري رع اتوم زي ما قال تحتمس؟ الحقيقه عزيزي ان خبري رع اتوم هو الاسم الشائع لحور ماء اخت، اسم الدلع يعني، اللي هو اسم ابو الهول بس بيدلعوني يقولوا له كوثر. يعني المهم ان في شبه اتفاق بين تحتمس وامنحتب، وتحتمس بالرغم ان هو بتاع خيال ويعني نبوءات كان كاتب كلام تاني كتير بفعل الزمن وعوامل التعريه، الكلام ده اتمسح، لكن اتبقى منه كلمه واحده عرف يقراها بطلنا الايطالي وانا مش عارف اقرا اسمه، وهي تقريبا اهم كلمه في قصه ابو الهول، خفرع. علماء المصريات قالوا ان حور ما اخت اللي هو في نفس ذات الوقت خبري رع اتوم ده هو الاله رع، اله الشمس واقدم اله مصري، وده يا عزيزي كان بيتسمى الصبح خبري وفي الظهر رع وبالليل اتوم، وان هو نفسه الاله حورس ابن ايزيس واوزوريس، وتمثال ابو الهول بناه خفرع للاله ده. والكلام ده بيؤكده كمان الملك سيتي الاول اللي عاش بين 1313 و 1290 قبل الميلاد، واللي تم اكتشاف معبده قريب من التمثال برضه. لكن المكتشفين لقوا في النقوش انه مسمي ابو الهول حور ما اخت، اسمه تحور الى حول، ولاحقا لما جت الجيوش العربيه لقتها كده حول، ولان منظر التمثال كان مخيف ليهم فتحولت حول لابو الهول او ابو الفزع. يا اخي ابو الفزع اللي انت عامله فينا ده. وفي مؤرخين عربي يا عزيزي سموه حاجات غريبه شويتين، يعني المقريزي مثلا قال ان ابو الهول هو صنم اسمه بلهيب او بلهيب، واحد المؤرخين التانيين فكان بيسميه صنم الهرمين او بلهوبه، الهرم الثالث يا كابتن. بس مش مهم، الحمد لله فهمنا اللغز. صحيح ان كان في خلاف هنا لما العالم الفرنسي جاستون كاميل
ميشيل شارل ماسبيرو عالم الآثار الشهير قال في كتابه The Dawn of Civilization إن أبو الهول هو الملك قفرع نفسه وإن هو بنفسه قاعد يحرس هرمه بقوة السحر اللي فيه. بس مش مهم برضه، أبو الهول إما تمثال بناه الملك خفرع لإله الشمس أو هو تمثال الملك خفرع نفسه. فهمنا الحمد لله. هنسكت بقى ونروح نشوف أكل عيشنا؟ لا، لازم يطلع حد يقول لك هالدليل، هات لي مصادر إن خفرع هو اللي بنى أبو الهول. طب أقول لك حاجة، أبو الهول ده اتبنى قبل خفرع أصلا. طب أقول لك حاجة تانية، خوفو هو اللي بنى أبو الهول. ولا استنى عندك كمان، أبو الهول اتبنى قبل خوفو أصلا. ما علتش عليك كفاية؟ طب خد الكبيرة، أبو الهول اتبنى أساسا قبل الميلاد ب 10,000 سنة في نهاية العصر الجليدي الثاني، من قبل الفراعنة أصلا. عزيزي المشاهد الجميل مدمن افلام انديانا جونز وناشونال تريجر، كل الشكوك اللي بحكيها لك دي عن ربط ابو الهول بالملك خفرع اتقالت فعلا احيانا من ناس ما لهمش تقل علم كبير، واحيانا من علماء لهم اهميه في تاريخ علم المصريات. مثلا في 2004 عالم الاثار الفرنسي اللي مولود في بلغاريا فيسيل دوبريف واللي كان مدير للبعثه الاثريه للمعهد الفرنسي للاثار الشرقيه في القاهره طلع وقال ان خفرع مش ابو الهول ولا هو كمان بنى ابو الهول، وان الناس ربطت بين ابو الهول وخفرع لان التمثال مبني على نفس الخط مع الهرم الاوسط. يعني لو وقفت قدام ابو الهول وبصيت على وشه كده هتلاقي على طول وراه هرم خفرع. طب يا فيزل يا اخويا، ايه المانع ان يكون خفرع هو اللي بناه؟ والزياده في الاعجاز، بناهم على خط مستقيم واحد، ايه المشكله؟ قال لك ان خفرع وصل هرمه بمعبد الوادي بتاعه بشكل يوحي انه واخد باله ان في تمثال هنا. يعني خفرع بنى هرمه ومعبده والتمثال كان موجود ساعتها. تاني حاجه، فيزل قال ان خفرع ما كانش عنده دق زي ما ظهر في تماثيل، وان ملامحه مختلفه تماما عن ملامح ابو الهول. طب مين ابو الهول يا عم فيسل؟ الراجل قال ان ابو الهول شبه خوفه، وان ابنه خوفه التاني واللي اسمه جاد الفرع هو اللي بنى ابو الهول كتخليد لابوه، وان من كتر حبه في ابوه صوره كاله للشمس ورمز للقوه. وهو بصراحه يعني ابوه اتحب، الراجل بقاله 5,000 سنه بيصرف علينا. اما الاثري الالماني هنريش بروكش كان له راي مخالف تماما لكل ده، وبيقول ان ابو الهول اقدم من كده. في كتابه مصر تحت الفراعنه ايجيبت اندر ذا فاروز اللي اتنشر في اواخر القرن 19 بيقول ان الملك خوفه بني الهرم الاول والاكبر، شاف ابو الهول وهو بيبني الهرم، وده معناه ان ابو الهول كان موجود قبل خوفه، والكلام ده برضه له وجاهه، خصوصا في الواح منسوبه للملك امنحوتب الثاني اللي حكيت لك عليه من شويه بتاع حور ما اخت، قال ان ابو الهول اقدم من عصر بنات الاهرامات. وفي سنه 1990 جه الجيولوجي الامريكي روبرت شوك من جامعه بوسطن وقال لك لا، هو ايه ده اللي قبل عصر بنات الاهرام؟ ده انا لقيت بعد اختبار ابو الهول جيولوجيا وتحديد عمره ان عمر التمثال ما يبقى ميه. لا يا عزيزي، كان بيقول ان عمر التمثال ممكن يرجع لاكثر من 5,000 سنه قبل الميلاد على الاقل كمان، يعني قبل بدايه عصر الاسر اصلا. شويه يقول لهم لا يا جماعه سوري انا اتسرعت، التمثال ربما يكون اتبنى في نهايه العصر الجليدي الاخير. يا نهار اسود، ايس ايدج، او اللي هو يعني قبل 10,000 سنه قبل الميلاد. طبعا يا عزيزي ناس كتيره هاجمت هذا الكلام وقالت ان راس ابو الهول منحوت على شكل ملوك عصر الاسر، لكن شك رد على الحجه دي بطرح غريب جدا. قال ان احنا لو بصينا على شكل راس ابو الهول الحالي هنلاقي ان الراس صغيره جدا بالنسبه لجسده، وانه وارد جدا ان الراس الحاليه مش هي راس التمثال الاصليه، وان راس التمثال الاصليه كانت اضخم من كده بكتير قوي، ويمكن تكون وقعت بسبب عوامل التعريه، وان ملوك عصر الاسر بنوا او نحتوا راس ثانيه تشبهه. شوك بيقول ان كانت راسه راس اسد، او بالادق انس اسد، والفراعنه بعدها برشطوا عليه وحطوا راس انسان. وبصرف النظر يا عزيزي عن كلام شوك، وبصرف النظر عن انه انتشر شعبويا لانه مثير كده وجميل، وبصرف النظر برده عن ان مجتمع علم المصريات شايفه كلام غير علمي، بس في النهايه احنا بقينا محتاجين اثبات على موضوع الصله بين خفرع وبين ابو الهول، وبقينا كمان محتاجين تفسيرات لظاهره غريبه زي تاكل جسم ابو الهول بفعل عوامل التعريه، بينما الاهرامات اللي وراه واقفه زي الفل بقى بتاع 5,000 سنه ما حصلهاش حاجه. وليه كمان قدماء المصريين يبنوا تمثال في مكان زي بتاع ابو الهول ده يخليه يتغطى بالرمل كل شويه ونقعد نحفر عشان نوصل له؟ اسئله كتير جدا محيره، بس الخبر الحلو هو ان عندنا اجابه ليها، عندنا الاسم الاخير في هذه الحلقه، مارك لينر. مارك لينر يا عزيزي ما كانش شاري خالص الكلام بتاع ان ابو الهول اتبنى قبل الاهرامات. اكشلي هو مش شايف ان ابو الهول اتبنى اصلا، هو شايف انه اتنحت من كتله حجريه عملاقه من الحجر الجيري، جزء منها فوق مستوى سطح الارض والجزء الثاني تحت مستوى سطح الارض. الجزء اللي فوق اتنحت منه الراس، وبعدين بدا الحفر حوالين الكتله اللي تحت واتشالت منها الاف القطع الحجريه واتنحت الجسم. طب والاحجار اللي اتشالت دي راحت فين؟ عمك لينر بيقول ان منها اتبنى معبد الملك خفرع، واللي بيسموه احيانا معبد ابو الهول، واللي موجود
قدام ابو الهول مباشره. نظريه لينر كانت كالاتي: الارض اللي اتنحت فيها ابو الهول واللي حواليها اللي اتبنى فيه الهرم كانت عباره عن مسطح مائي ضخم من 50 مليون سنه، وبمرور الزمن المسطح ده بدا يخف بالتدريج وتتراكم فيه احجار جيريه شايله جواها حفريات للكائنات الحيه اللي كانت بتعيش في هذه اللاجون، لحد ما حصل تصحر كامل ساب كتله عملاقه من الحجر الجيري ومنها اتحفر ابو الهول. ونفس الطبقات دي تقدر تشوفها في جسم ابو الهول بنفس الترتيب: طبقه فاتحه تحتها طبقه غامقه، طبقه صلبه تحتها طبقه لينه، وكل طبقه بتشير لعصر جيولوجي مختلف. ونفس الحفريات اللي موجوده جواها ظهرت في الاحجار اللي اتبنى منها المعبد اللي قلت لك عليه. والنتائج دي مش بس ظهرت بالعلم مجرده، لا دي كمان ظهرت في التحليل بتاع الحفريات. طب الموضوع يقف هنا وخلاص ننهي الحلقه؟ لا، لينر قال لك ان بما ان ابو الهول حرفيا جزء من الارض وان مفيش فاصل بينه وبين التربه اللي تحته زي ما في الاهرامات مثلا، فده خلاه زي ما تقول كده عامل زي السفنجه بيشد بالميه الجوفيه اللي في طبقات الارض اللي تحته، وده يفسر ليه هو بيتاكل بشكل مستمر على مر الزمن. وده يا عزيزي كان رد قوي على الناس اللي قالوا ان ابو الهول اتبنى في العصر الجليدي، لان رايهم كان مبني على فكره ان ابو الهول بيتاكل وان شكل التاكل بتاع صخوره بيشير لتعرضه لامطار مستمره، والمنطقه دي منطقه صحراويه تماما، فالامطار هتيجي منين؟ كده هو اتبنى لما كانت المنطقه دي فيها مطره، المطر الغزيره بتاعه العصر المطير اللي الجيولوجيين بيقولوا انه ضرب مصر قبل 7500 سنه قبل الميلاد. فلينر فسر فعل التاكل بسبب الميه، بس المياه الجوفيه مش مياه الامطار. وكمان لان ابو الهول موجود في منخفض ومستوى قاعده ابو الهول تحت مستوى القاعده اللي الاهرامات مبنيه عليها، فهو معرض بشكل مستمر ان الرمال تتراكم في المنخفض ده وتغطي جسم ابو الهول، وطبعا دي حاجه فضلت مع التمثال طول تاريخه. طب يقف عمك لينر هنا بقى؟ لا ده راجل مجرم. لينر راح شاف القطعة الأثرية اللي موجودة في المتحف البريطاني واللي اكتشفها المكتشف الإيطالي اللي اتكلمنا عنه، القطعة بتاعة دقن أبو الهول، ولقى عليها بقايا طلاء أحمر. لينر عمل ما يشبه المحاكاة وقام مركب لأبو الهول الدقن الحمراء دي في خياله، وراح عامل له مناخير ودهنه بالألوان اللي المصريين القدماء كانوا بيدهنوا تماثيلهم بيها، وقال إن ده كان شكل أبو الهول الأصلي وقارنه بتمثال خفرع اللي تم اكتشافه في معبد الوادي واللي موجود دلوقتي في المتحف المصري. لقى إن التشابه كبير جدا بين أبو الهول وبين خفرع. الراجل ده شكله مش سهل يا عزيزي، ده كمان درس تمثال خفرع المصنوع من ماده الديوريت الاخضر شديد الصلابه، واللي كان بيظهر الملك جالس على كرسي العرش ووراه يظهر الاله حورس على هيئه صقر لحمايه الملك، وامن ان حورس الارض هو نفسه الملك خفرع وحورس السماء هو الصقر اللي على كتف الملك خفرع، يعني الاثنين وجهين لعمله واحده يا عزيزي. لينر اكد كمان باختبارات فلكيه ان اشعه الشمس بتتعامد على الكتف اليمين لتمثال ابو الهول مرتين مع بدايه الربيع والخريف من كل سنه، والكتف يا عزيزي هو منبت الجناح، واشهر جناح هو جناح مين؟ جناح حورس. وده استدلال من لينر وفريقه ان ابو الهول فعلا تجسيد لاله الشمس اللي هو مين يا عزيزي؟ رع، حور ما اخ خبري رع اتون. ها يا شباب كفايه كده ولا عايزين قتله تانيه؟ عزيزي المشاهد، كشف لغز ابو الهول زي الغاز كتيره في التاريخ القديم احتاج عشرات السنين ومجهودات اعتمدت على مجهودات علماء المصريات في نهايه القرن 19 وبدايات القرن 20. كل هذا المجهود تراكم على بعضه زي العالم الشهير اوغست فيرديناند ميريت مؤسس المتحف المصري في القاهره، وزي العالم جاستن كاميل شارل ماسبيرو واللي عمل اكتتاب كبير لاستكمال اعمال التنقيب، والمهندس ايميل باريز اللي لقى ابو الهول في حاله صعبه من كتر الحفر والنخوره لدرجه انه قال ان عاصفه قويه ممكن توقع راس ابو الهول. واهم حاجه عملها باريز انه حاول يسد الثقوب اللي في جسم ابو الهول ويرمم المنطقه اللي تحت رقبته. باريز يا عزيزي خلى التمثال في حاله اقوى. بتخيل لو حد من العلماء دول جات له فرصه السفر عبر الزمن وقعد مع البشمهندس اللي بنى ابو الهول او المقاول اللي ماسك المشروع، كان زمانه عرف القصه كامله في قعده واحده وخلاص وهم قاعدين بيشيشوا بحجر رشيد. ولكن بما ان الفيزيائيين لحد دلوقتي ما اخترعوش آلة زمن، فعلماء المصريات ما فيش قدامهم غير محاوله تتبع خيوط للحكايات ومحاوله جمع اكبر عدد منها وتكوين نظريه متماسكة تقدر تحكي لنا الحكايات اللي اتنست من التاريخ، او على الاقل تقول لنا الحكايه الاقرب للي حصل فعلا. وده بيفسر لنا ليه ان شغلهم دايما متجدد ومتغير، وان اللي بنعتبره حقيقه النهارده ممكن نلاقي حقيقه مختلفه عنه بكره وهكذا، لان شغلهم هو بشكل ما محاوله حقيقيه للسفر عبر الزمن زي ما برنامج الدحيح هو محاوله للسفر عبر الزمن هو كمان، وبين العلوم والتاريخ. عزيز انت متاثر؟ انا كمان متاثر يا عزيز، بس ما تخليش تاثرك يمنعك انك تشوف الحلقات اللي فاتت. الحلقات الجايه تنزل بص على مسار احنا على اليوتيوب نشترك القناه، لكن نعمل حاجه مفيده في حياتنا. الراجل خوفو شفت عمل حاجه مفيده في حياته، قعدت 5000 سنه تصرف على كل الاجيال اللي بعده، دي تقريبا اطول وديعه في التاريخ صرفت على الشعب واللي كانوا بيحتلوا في الشعب في النص كده، اي حد عدى على مصر استفاد منها. ربنا يخليك يا خوفو، وشكرا لكل العلماء وشكرا ليا.